تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح جاهزية اللواء التاسع حراس الجمهورية بمحور البرح في إطار زياراته ومعايداته للمرابطين في جبهات الساحل الغربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ونقل طارق صالح تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس إلى الأبطال المرابطين في مختلف الجبهات ومحاور الدفاع عن الوطن، مثمنا تضحياتهم الجسيمة التي تعتبر بمثابة السد المنيع في وجه المشروع الإيراني المدمر. وحث طارق صالح الأبطال على الاستعداد ورفع الجاهزية درجة اليقظة والحذر والبقاء في حالة جاهزية عالية، مشددا على أن تحرير العاصمة المختطفة صنعاء واستعادة الدولة هدف لا تراجع عنه. كل عام وأنتم بخير أيها الأبطال المرابطون، ونهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وننقل إليكم تحايا الأخ رئيس مجلس القيادة وزملائي أعضاء مجلس القيادة، ومن خلالكم إلى جميع المرابطين في الثغور من القوات المسلحة وكافة التشكيلات من ميدي، حرض، مران، صعدة، الجوف، مارب، شبوة، البيضاء، الضالع، إب، تعز ومحور الحديدة. إن التضحيات التي يقدمها كل منتسبي القوات المسلحة والمقاومة وكافة التشكيلات هي سد المنيع الذي يقف أمام المشروع الإيراني المدمر الذي يريد أن يحتل منطقتنا ويفرض عليها أفكار دخيلة على ديننا وثقافتنا ومجتمعنا. إن هذه التضحيات الجسيمة كان لها الأثر الكبير في صمود شعبنا وبقاء روح الدولة والمواطنة المتساوية في مواجهة العنصرية والتطرف. لذلك نحيي كل أبناءنا المقاتلين دون تفرقة، ونشد على أيديهم بمواصلة النضال، ونقول لهم أن هدفنا دائما هو صنعاء واستعادة دولتنا وكرامتنا وحريتنا بإذن الله تعالى. نحن نقاتل نيابة عن أمتنا العربية والإسلامية في مواجهة هذا المشروع الإيراني الذي استطاع أن يسيطر على كامل تراب بعض البلدان العربية، كما سيطر على العراق وسوريا ولبنان، ولولا مقاومتنا في اليمن لكان سيطر على جنوب الجزيرة العربية. فهذه التضحيات لم تذهب سدى، ويجب على العالم العربي وأمتنا العربية والإسلامية أن يقدر هذه التضحيات. بالأمس لاحظنا هذا المشروع المدمر وكيف كان يريد أن يعبث بحجاج بيت الله، والذي فشلت هذه المؤامرة أمام وعي أمتنا الإسلامية والإجراءات التي اتخذت من قبل المملكة العربية السعودية. كان يريد أن يحول الحج من عبادة وعيد إلى فوضى، إلى ولاية للخميني ومشروعه السيء. نهنئ حجاج بيت الله ونبارك لهم، تقبل الله حجهم وأعمالهم، كما نهنئ لأبناء شعبنا الإجراءات الأخيرة التي تمت بفتح الطرقات. ونقول أنه لولا طريق كسر الحصار، طريق الكدحة الذي تبنته المقاومة الوطنية، لما تجرأ الحوثي أن يفتح طريق أمام المواطنين اليمنيين الذين يحاصرهم منذ 9 سنوات. فهذا الطريق كان بمثابة الطلقة الأولى في كسر الحصار، والذي كان بمثابة المحاكمة العلنية لعبد الملك الحوثي ومشروعه، والذي اتضح أن هذا الحصار لأبناء تعز وكافة المناطق اليمنية ما هو إلا قرار من عبد الملك وليس للجبهات أي دخل فيه. فقطع الطرقات
كان ضد المواطنين، ضد العائلات، ضد القبائل، ضد أبناء اليمن الواحد. فكل المبررات التي كان يتهرب منها الحوثي ووفده لفتح الطرقات انتهت بجرد قلم واحد بقرار واحد من عبد الملك. فنشكر القائمين على العمل الذي تم في طريق الكدحة، ونشكركم أيها الأبطال الذي أمنتم هذه المعدات وأمنتم هذه الطريق، والذي حاول مرارا أن يضرب هذه الطريق ويستهدفها ويستهدف عمالها ويستهدف أيضا محافظ تعز البطل، الذي عندما تم استهدافه تحرك في نفس اليوم وفي اليوم الثاني من هذه الطريق وقال سنكسر الحصار عن تعز ولن يمنعنا الحوثي من الحركة. إنما يجري هذه الأيام في البحر الأحمر ما هو إلا خدمة للمشروع الإيراني، وليس نصرة لأخواننا في غزة الذي حولوا قضية غزة من إجماع عربي وإسلامي إلى مشروع إيراني بحت يحقق الأهداف لهذا المشروع من خلال أذرعه في لبنان واليمن والعراق وسوريا. نلاحظ التصريحات المتكررة من الناطق باسم الحوثيين واستهداف السفن المدنية التي تحولت إلى تجارة وإلى ابتزاز للشركات العالمية، شركات النقل البحرية، وأصبح يأخذ رسوم على بعض السفن للسماح بها بالمرور، ويستهدف البعض الآخر الذي ليس له علاقة لا بإسرائيل ولا بموانئ إسرائيل، ولكنها أصبحت تجارة. بينما الأساطيل الأمريكية والغربية موجودة على امتداد البحر الأحمر لم يستهدف جندي واحد لا أمريكي ولا إسرائيلي. فشعار الكذبة الذي يرفعه الحوثي ما هو إلا هراء يضحك به ويزايد به على المواطنين البسطاء. في الأخير أشد على أيديكم وأنبهكم بأن تبقوا جاهزين، فأيدينا ممدودة للسلام وأصابعنا على الزناد، ولن يخذلنا الله، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إخواني أوصيكم بالتدريب والعمل الجاد والأخوة والمحبة فيما بينكم. شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير.